إن الحمد لله نحمده ونصلي على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى سكالوفاني أرتجا جير كنتوني يارما إشيو شاتو كمان دي راشان دسا ندي إشيو كمان دي شرنغولو كتاب التوحيد لوفاني رسو كهرنا أملونغو wa 16 mlongo komando rongolomba babu ashafaati yani mlongo komando angesedzao yani ishifa yani ukamba yani humiliwa masiku yake mtatu humiliwa yani rishija jirone de ntungo yo hale komande ya la gulu harmo Qur'an ne za disa mtume sallallahu alaihi wasallama ne namne komande ya thibitisha wa qawli llahi عز وجل نرنغز الله سبحانه وتعالى رنغوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر به الذين يخافون الله سبحانه وتعالى رنغوا من بيه متوم محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر به يعني رسيدة ومتوم محمد هاي قرآنيو alladhina yakhafuna wa antukambanu siria ayusharu wa hubathiwa ila rabbihim henda hamalao laysa lahum min dunihi kawasina sipasipia Allah subhanahu wa ta'ala waliyun yani mukizimbeli wala shafiyun wala mtukambanu ashuja ajawashifanyan awadaili wa qawlihi الله سبحانه وتعالى رنغوتنا قل لله الشفاعة جميعا رنغوة أمت محمد صلى الله عليه وسلم وانبيه وندم أمبا إشفاء شو مشكياو شوشاء الله يعني بي ياشو وقوله نرنغوز الله سبحانه وتعالى رنغوة من ذا الذي يشفع عنده إذن دا تشوشن دو أشفاء يعني بلز الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه نكسد هي إذنه الله سبحانه وتعالى يعني كفاستم لا تشنو شفاء يمتو بلز الله سبحانه وتعالى إلا بهي إذن الله سبحانه وتعالى وقوله نرنغص الله سبحانه وتعالى رنغتنا وكم من ملك غافينغافارنا ملائكه في السماوات ليهرن الزمبينغو لا تغني شفاعتهم شيئا يكون شفاء شاو يعني ما دليل يا ودليل يعني كاشندين فانش دانا نغتوكو ينسي الا من بعد ان ياذن الله الى بعد كمان الله سبحانه وتعالى اتوا اذن لمن يشاء هم كمان دي افنزا ويرضى اكل ينرض وقوله تعالى نرنغز الله سبحانه وتعالى رنغوا قل رنغوم تو محمد صلى الله عليه وسلم وامبي ما مشركنا واو ادعوا الذين زعمتم من دونه نمي ازدوكو من دي مجد ايو امباو ما مونغو بس بي الله سبحانه وتعالى لا يملكون مثقال ذرة زندوزو كشندي ملك مانا ودروا اتوم في السماوات هرما يزبينغو ولا في الأرض ولا هرما يشفر شانس قال أبو العباس رنغوا نفى الله سبحانه وتعالى أهرايا عما سواه كل ما يتعلق به المشركون ككل كلا نغي كمان دي أباسنا نما مشركنا يعني ككل نغي أباسنا نوشركنا الله سبحانه وتعالى أهرايا يعني ككل نغي كمان دي أباسنا نمتنغن سديو يعني الله سبحانه وتعالى أهرايا فنفى الله سبحانه وتعالى أهرايا أن يكون لغيره ملك يعني هو كان بياني كيومت بس دوين بياني نفلمه يعني فلمه يعني الله سبحانه وتعالى أهرى ليه كان بياني يعني كفتو جبا كامتو نفلمه يعني فلمه وهورو ما يزين شنكو زاد دنيا نفان يعني فلمه الله سبحانه وتعالى ما درسي لفتو فلمه الله سبحانه وتعالى
ambao ile mfalme wa falme wa ile mtu komande avao wa dede aparso mtushkali wa ile mtu komande au dhuru wa ile mtu komande anufaisha wa ile mtashisha uvua wa ile mtu a akomba asizie vuyo wa ile mtu komande mwenzangu vu wa wenzangu vu bas Allah subhanahu wa ta'ala aharaya hukambani na mtu falme wa masdewai au qistu minhu au mtake nafuvu harma ufalme huo, yani Abu al-Abbas de a rongwa hayo namne hallo au auna lillahi au mtaja kimba wa msaidiz amsaidi Allah subhanahu wa ta'ala harma rongo ya walam yabqa illa shafa'at wala kababa kitan rongo ne kas de humilia fabayana Allah subhanahu wa ta'ala ajaven wa annaha kamba humilia yo la tanfa'u yakidnu fansha illa min ba'di illa liman adhana lahu rabb ila dem to command Allah subhanahu wa ta'ala amba idhin yani Allah subhanahu wa ta'ala wili ato idhin amba wawe mtume asiva idhin ba mtume mshifai Abu Bakar mfano hadis au mtume mshifai Umar au mtume mshifai Abu Huraira mfano hadis bikis kama wale mtume asla kama tumba asnda shifai mtu au mtu to konsba avola idhin ba ashifai moriz malaika yani malaika yiketula kama tumba isinda ya shifa mtu be baada kamande Allah subhanahu wa ta'ala aiva idhin ba malaika yani shifa mtu fulani kama qala ta'ala mutalik ikomba Allah subhanahu wa ta'ala rungwa wala yashfauna wala ka tushinda wa shifa wa dailia illa liman irtada ila lam tukman Allah subhanahu wa ta'ala am kalya radhi fahadhihi ash-shafa'atu bas shinda shifa'i التي اشكومبا يظنها المشركون ما مشركون وشي فكريا هي منفية شو شهر الله يوم القيامة سكي كما كما نفاها القرآن مطالب أن يشهر يعني الشفاء شو شكومبا دي ما مشركون وشي فكريا ما لشتوك يا هو شو شهر الله بك شتوك سكي كما ني قرآن وجوناني اشهر يعني نشو دي شفاء شكومبا mamshirikina anu wako fikiria ambabale mtu enda siku ya kia maani mtu atujaja dahiliwa na ya mamungi ya he au mtu atujaja dahiliwa na watume wa viraho au mtu atujaja dahiliwa na baba he basi yani shifansho shiharo lo amba yani denamna yu shitoka yao shifansho yani kavasi mtu kumbani atoshinda audelie ila de wakati kumbani Allah subhanahu wa ta'ala ambi i autorizasyon ba mushifa mtu fulani wa akhbara nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa namtume sallallahu alayhi wa sallam ajiza anawuka ya ati atosha fayasjudu asjudi li rabbihi amsujudi mwalahi wa yahmaduhu amhimidi la yabdau bishafaati awalan namtume sallallahu alayhi wa sallam katsundi sakamwe hushifai kama mbele ntungi handa aya and so la 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 yani sika kama hiyo kia yani mtume katuka kama babale makata baath wa ahima mavo ashusho kama kama ntungi hana jifanya ashusho shifai nono atso shujudi amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala idi ntungi handa tuifanya thumma yuqalu lahu kisha atso mbilwa irfa ra'saka nyongwash chwashaho na tumila nyongwash chwashaho waqul urungwe yusma uto ulishwa wasal umi tonto uto vola yani uto vola shindu kama ndo imia washfa umilie tushafa yani uto kubalua uhumilia yani uto kubalua yani uhumilia yani uto kubaliwa yani mtume sallallahu alaihi wasallam weka ndasa za kamwe na humilia be li wakati komande Allah subhanahu wa ta'ala amba yu autorizasyo amba ipen misyo mbani uchujua umilie bikis kambani mtume sallallahu alayhi wa sallam wa atula kamba nungi handa ajwefanyo li humilia subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.